شلام لوخون خزيانة الخبيوي خزيانة تثيري تتعشتار مقروخة توخون خلقتا خطة من خرزوخون شاوعايا خرزت مخيد دماتا اديوم ايوخ قوماتت مغارة بوشن عمان عندها خلقتا تزيلو خون ورا نقو ماتت مغارة هلبت هدية بتبقخ من خاخ وردقنت إيل دماتا آون بتهمزملن بتخيوتهن قمت دخي إيوالا قداها ماتا بوشن عمان قد تبقخ بيه وديع منصور بالقرية بميرجي من هناك بعدين قانع على الموصل والموصل ردينا مرة ثانية على الميرجي إيه وطلعنا من غادي قعدنا ميرجي جو وقت الارمن انا يجي بالي وقت الارمن جو لما رحلوا نحن كنا بميرجي جو سيارات الجيش ودوهم ايه كلهم انجمعوا ودوهم الارمن ايه الارمغاه كان كلها بيدنا نجيبها ودق جرجر ونضريها ونعملها ونطلع الحب منها ايه هاي بس يعني صعبي كان صعبي بس هذا ايش اسمه كان هذا شغل مالنا كان بعدين جينا على الحاجة بالحاجة غيوم بالحجر نروح نكسر من مقاطع بالجبال ونكسر ونجيب نعمر نسوي ونبني عمارة بيو ايه زراعه هم كانت يعني نزرع كلها نطج بليت وكان حاصد بليت ونجيبه على هذا الحواوين نحط على الدواب ونجيبه على البيت بقدر نشد جرجر عليها وندقه ويصير سويه تبن صغير نطلع الحب منه ايه والعمر ايش قد عمر 88 سنه طول المكية ما الله يطول المكية تعيشين أمي تعيشين كان نزرح بيه ونجي نحلبه ونحلبه ونعمله غنم جبن لبن قش فيها هذه اسمه زبد كل شيء كان نعمل منه ايه الغنم يعني ما كنتوا تحتاجون للسوق لا 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 والله كل شيء كان عندنا ما كان استعد لكن مثل استعد معود بركي كان يجي الواحد ضيف 20 ضيف ما كان يعرف جان واحد عبالك جان واحد كلهم البيت كلهم طلع على البيت خليه قدامه ايه وبقرة قال لنا عايز 15 بقرة ايه هاي يعني عيشتنا كانت معيشتنا كانت صعبة بس كنا مرتاحين حيل كنا مرتاحين ما نعتاد لكل احد الحمد لله
اسمي فلاح عادل أيوب، مسؤول قرية مغارة، ساكنين أبونا رابي سركيز سوى القرية من 2005. احتياجاتنا ماكو احتياجات، بس الكهرب ردنا مولدة، والماء يم شوية قليل عندنا، ومختار متعاون معنا، وسيدنا موسى الشمالي متعاون معنا. شو مشاكل ماكو، القرية أمان، بواسطة الأكراد، إن شاء الله أخواننا الأكراد، ما عندنا حاجة، بس احنا بيت 30 بيت سوى سركيس آغا جان الله يحفظه، كنيسة مار يعقوب الرسول أنشأت 2005. حراسات موجودة داخل القرية، أول ما طبع القرية حراسات، نقطة حراسات موجودة هي تحمي المنطقة القرية، وما عندنا بعد شيء غير حراسات، وشغلنا هنا على الزراعة وعلى الحجر، هذا شغلنا من حنطة وشعير بس، يعني ما عندنا غير سبيل عيش بس الحجر والزراعة. آخر شيء نريد، بس أهم شيء يكون عندنا مولدة، أي صار لنا يمكن تقريبا 10 سنوات نعاني من المولدة، نطالب بيها وما يدزونا مولدة، ما حد ما يسمع لنا كلام أبد، ونريد أن ترجع منكم أن توصلوا هذا الكلام، المولدة أهم شيء، والمايم قلة المايم قليلة عندنا. نشكر قناة عشتار الذي التقت معنا في هاي المناسبة السعيدة في قرية مغارة، وأتمنى لهم التوفيق والمحبة والتواجد دائما في منطقتنا. خزيان خبيوي هلبت أخديت المغزاية لدن شورا شابيرة هدية بتهاولان خات بقطة من خابراته خازخ مودي إلى شمو شمو شينا؟ أندرينا رابب شينا بيخ أندرينا ياس مدرشتا؟ تروحين مدرسة؟ ايه يا صف صدرت كم يوم؟ صف الاول صدرة قدمة يا خي بس ما قانا خيازت الايتا تروحين للمدرسة ايه الكنيسة؟ ايه شنو تعلمتي من الكنيسة؟ مو ديوت لبتقو مدرشتا؟ تعلمت ابان الذي إيه؟ صلاة الربانية وهمنا السلام لك خي بس ما قانا خ مو بأمرت لي مو صلوصة ها؟ ايه ما تريدين تقولين؟ أريد أقول السلام لك. تفضلي. السلام لك يا مريم العذراء الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع، يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطاة، الآن في ساعة موتنا آمين. خي بس مقانا نصفقها، معقولة شبه؟ تأندرينا يلا. عرفت مقانا خن يلا وذن باي باي قناة عشتار، يلا سووا باي. يلا كلكم كل اخن يلا
خبيوي هل بتاخذيتن بغزاية لداها جميتا شابرتا كل ناشت ماتا إلي جمي قمطر داها بيتا وإلي همزومي وإلي بخمالة هل بت بتهاول هنخات بخت خيتا شلام على؟ أهلا وسهلا شو مخشينا؟ سمر خيري رشيد راو بشينا بيخم يقرتا سمر هل بت رابغ ديلي قد وريقو ما توخون وغزيلي كل خويتن كبيشة وخدية وبخمالة ما صد أمرت لي يوم أخون دخي قاضيتن لي والله احنا يومنا نقضيه يعني حياتنا يعني حياة متواضعة حياة بسيطة ما عدنا كل شيء يعني يومنا يعني شو نقضيه يعني عدنا يعني كل يوم يعني ممارسين على هذا الشيء طبخ وغسل وأولاد وهذا الشيء يعني عدنا ما عدنا هل بت هدية يوغ بغزاية قنيلة يوما بس إينا هل هدية تنتي بقمطارة دبيتا أخ عصرونية ينشاي خياز الكزدو خينا إخليتون مشاركيتون مغذاذي اي عدنا هشك الشيء ايه السعاني أختي أنا أروح يمه هي تجي يمي إيه عادي مثلا هي تسوي أجي يمه أنا أسوي تجي يمي هالشكل الشيء يعني بالربيع بالأخص بالربيع يعني نطلع نطلعون يعني على الوني الواديات على الغبيع إيه نروح يعني نتغدى ونقعد نفق ساعة ساعتين ونجي على البيت خيتن بس ما قانوخن بخيلت ماريا هم ما شاهد خاويتن خدي بصيخة عم أغذاذي ميقرت هلبت اتلوخن يوماثا بريشو قدها ماتا أخ عداد وتقاليد مود يوديتن أخ إيتا يازيتن مومي خليات بريشو يوديتن قدن يوماني اي 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 نروح على الكنيسة عدنا عدنا السبت مثل ما قلت لك عدنا رمش يعني السبت نسوي رمش والأحد قداس عادي يعني هذا الروح أني شماسة أني ايه هون بكنيسة مار يعقوب بمغارة ايه وقس ما عدنا قس يعني ما عدنا يسوي لنا ابونا توما يجي كل اسبوع يسوي لنا قداس ويروح على الدير يعني ويصعد على الدير ايه وهسا يعني جاينا صوم مال السيدة العذراء يعني من غدا يبدي صوم مال السيدة العذراء عيد انتقال السيدة العذراء الى السماء نحن نبدي نصومه يعني نصوم خمس ايام ايه ويوم السادس يعني نسوي قداس وعدنا يعني أكلة مفضلة نسويها بهذا اليوم هي الهريسة يعني هريسة أي مثل ما قلت لك نجيب اللحم ونغسله ومثل ما شوي كنحمصه يعني وبعدين نجيب الحبية ونفرها وتغلي وتصير مثل يعني من تستوي تصير مثل الشكل مثل النشا نعلق عليه من المساء للصبح أفضل يعني والصبح نقوم نروح على القداس ونجي يعني ناكل هريسة خيتن بس ما قاخن أهمي خلطة هريسة من قما يوذيتن أهمي خلطة من قبل من قبل هاي نحن عتنا عنو أنا عم عنو أي صار عملي عنو أكثر من 40 سنة 43 سنة يعني نحن عتنا عنو هاي العادي مستمر يعني عتنا إيه قبل كان عتنا جماعة كنا ضغونه يعني يسوونه إيه يسوونه يوزعون على القرية بس القرية ما كانت الشغل يعني ما كان هالمجمعات بس كانت قرية ميرجي بحدة كانت ايه كان يسوونه والكل تجي يعني يجتمعون عنده ويقعدون ياكلون هاي الهريسه ويروحون بس هسه لا هسه الكل يسوي هريسه يعني خياوت قبيته ونابل الامره نابل الايت يعني كل واحد ببيته واكو لا اكو يعني اكو منه لا يعني ينظر نظر يقوم يسوي عند باب الكنيسه ايه ما اللي يطلع يخلي له شكل الكاسه بالكاسه ويوديها على البيت ويروح ياكلها أخت مرخ إيوة شمشتا جو إيتا نشاطات خباط ضيوخ مودي إيلي مثل ما قلت أنت شماسة إيه نشاطات شنو عدنا؟ نشاطات والله إحنا يعني عدنا كلها بس أشني يعني كلها بميرقع يم أبونا زكاي هو أبونا زكاي يعني يعمل لنا ندوات يعمل دورات دينية يعمل يعني كل شيء أشطي دين يعني علم أطفالنا يعني كل شيء عدنا يعني كل جمعة عندنا ندوة أبونا زكا يسوي لنا كل أسبوع ندوة يعني يروحون نروح كلنا على الكنيسة ويعني نسمع أبونا شيء يحكي لنا من الكتاب المقدس خيتون بس ما قانوخن أختنا أخ إنشي قداها ماتة أخ الصعوبات موديتون بغزاي قدايا ماتة حاجاتكم شنو صعوبات شنو تشوفون بها والله إحنا يعني ما أقول لك يعني إحنا هون عدنا يعني ما متوفرنا والله كل شيء يعني أبسط الأشياء ما متوفرة عندنا يعني هسه اولادنا
يعني ماكو بس بالمدرسة، وبقية الأيام يعني مثلا ما يروحون لا دورات، يعني يروحون دورات والله مطالبنا يعني على الولو مثلا، يعني يكون لنا أبسط أشياء مثلا، عندنا أبسط شيء مستوصف يعني ما عندنا. هسا من بالليل عندنا من يتخربط واحد يعني يروح على بردراش أو على بعشيقة، عندنا إحنا مستوصف بس ما كان فتحوه يعني، إيه ما كان فتحوه. ونعاني من إيش نعاني؟ نعاني من مدارس يعني، من أولادنا بالمدارس ببحشيقة يعني. هسه على عنده 2 و3 و4 هذا كله يعني اشتراك. هسه أنا عندي ولدين، هسه بالعام كان يأخذون 40، هسه ما يرضون ب50 و60 يودونه على بحشيقة يعني. هاي صعوبات كثيرة يعني. أي والله ما متوفر هالأشياء عندنا أبد أبد أبد. ومثل ما تقولين أي يعني شيء يعني نريد نشتريه يعني أبسط الأشياء، بس ابو المخضر يعني انا اقول لك ابو المخضر يجي يمنا يعني، اي يجي مثلا يعني يوم اي يوم لا او كل يومين يجي نسوق، بس بقيه الاشياء كلها تنروح على بردرش على بعشيقه كل شيء. هل بتها من دي رابه الى زامت قد من دي هاوي رخه من نوخن، هل بت اختمرق اتلغ براتا الى صدر شتيتايا الى بقرايا بخيط مريقة بلطه درغي علايك ميله خادوته طالخ تمطلل دها درغه. ايش قد انت فرحانه وصلت بنتي صف ثالث؟ او كثير والله فرحانه ايه الحمد لله، انا كثير متفخر يعني ايه فخوري بيها الحمد لله الحمد لله ايه والله كثير. بس اتمنى لها هسه ينقحت على السادس، اتمنى لها ان شاء الله يا ربي النجاح. ايه والله صعبه عليا كثير ان شاء الله يا ربي. ايه والله اتمنى لها هذا الشيء، اتمنى لها والله. خيقا نوخون وبخيط مريا هما شد خاويت نخدي وبصيخة وهو يد بس مطرابة تديت بقتة من دي خرايا مبيت أمرت. آخر شيء شنو تريد؟ آخر شيء نشكر قناة عشتار على يعني وجودكم يعني، أنتم دائم دوم يعني تجون يعني كل فترة تجون يعني هون على القرية تطلعون يعني على يعني أخبار القرية وأشوف يقولون يعني إيه. نشكركم كثير كثير. أن تسلمون الله يخليكم. وأنا شراب غديلي قدتولي من نوخن هاو تنبسي مرابة قدية بقتة. نشكرك على القناة، نشكرك كثير. شكرا تسلمين. على عيوننا جيت أشورين على بيكي. شكرا حياتي. هلا. خزيانة نخبيوي مدري بتهاوي لانت بقتا من مختار روان اوت ايوالي عما نقودن متواتا نخليه اوت ايلي مختار دن اربا متواتا ادميرقي ومغارة والفاف وبركة. هل بد اخت اديوم طيلا للدهاماتا ومدري بتهم زملن بوداماتا كما بات ايتقاو وموديومو ايث قودهاماتا. مختار شلاما لوخ؟ يا انا وسهلا هلا بيكم. مختار مو بتهم زملن بوداماتا؟ يعني قرية ده احنا من اهالي قريه مغاره، وقريه تقريبا 30 بيت، وعندنا كنيسه مار يعقوب، وعندنا مدرسه الاماني، والشباب يعني مالتنا كلهم جايين من قريه ميرقي نسحوا على مغاره، لان قبل ما كان قريه هوني. نشكر بابي شركيس سوانا قريه وسكنوا بيها وعايشين يعني، بس ما عندنا يعني فرص عمل للشباب الصغار يعني، خلينا نقول عمرهم 20 سنه واشكال، هذولا ما عندهم فرص عمل يعني. اذا اريد يذاكوا فرص عمل محتاجين الكهرب الماي يعني قليل عندنا كلش. ونحن نشكر قناه عشتار الفضائيه على الاحداث اللي تقدمها لنا. يا اهلا وسهلا. خي بس ما كانوا خ مختار وعلى يولو خيل قوته قداها زبطت اي وزبط للدن متواتديا وهل بتورنقو كل ماتا اتلا مندي بريشا قاودية وغزلا تكبرت ومريستا قاو خي كانوا خ بس ما كانوا قداها مندي. يا اهلا وسهلا هلا بيكم. نشكركم، نشكر القناه عشتار على
الله يعني تقدم لنا الى القريه مغاره، والجماعه ولا دير مرمتي نحن يعني هو مسؤول على المنطقه كلها. نشكركم ويا اهلا وسهلا، هلا بيكم. خزيانا نخبيوي وهلا خاب ومطيخ الخو تامه من خرز وخن شاوعايا خرزه مخيت دماته، وهل توقن عمو خن قوخا ماتا خيتا بوشن بشلامه.